من أسوان نروح تحديدا للقليوبية لمركز شبين القناطر، وحياة كريمة شغالة هناك في 36 قرية ليهم 148 تابع وعزبة في شبين القناطر. من ضمن هذه القرى قرية شوبك، ودي قرية كانت محرومة الحقيقة من خدمات صرف صحي، وكان فيها تهالك لشبكات المياه، الطرق كمان ما كانش يعني مركز الشباب والوحدة الصحية موجودين. محمد شاذلي تابع النقلة الحقيقية اللي حصلت في هذه القرية، وإيه الخدمات اللي بتحصل دلوقتي وبتقدم بشكل كامل تغير حياة الناس اللي عايشة هناك. مؤسس حياه كريمه على مستوى القليوبيه في المحافظه كلها. في المحافظه. طيب احكي لي، اول ما جيتي هنا بقى في قريه الشوبك كان وضعها عامل ازاي؟ تمام، احنا اول ما جينا هنا بدانا بقريه الاحراز عشان نعمل كود موحد نقدر نمشي عليه جميع قرى القليوبيه اللي موجوده هنا. ده النموذج بالظبط اللي احنا مشينا عليه. بعد كده اتنقلنا للقرى اللي موجوده على مستوى مركز شبين القناطر، هي عددها 36 قريه. 36 قريه اليوم توابع، عدد التوابع 148 عزبه وتابع. عظيم. ايه اكبر مركز في المحافظه؟ هو مركز شبين من اكبر المراكز الموجوده في القليوبيه بعدد سكان حوالي 556,000 91 نسمه. جميل. بما اننا بقى في الشوبك دلوقتي، عملتوا ايه لحد دلوقتي في الشوبك؟ معظم قرية الشوبك هي كانت محرومة من خدمة الصرف الصحي، فبالتالي احنا حاليا بندخل من الاول خدمة الصرف الصحي، وبننشئ محطات صرف صحي، وبنعمل وصلات منزلية. ده بالنسبة للملف ده، بالتوازي ماشي معايا ملف المية او البنية التحتية الخاصة بالمية، بيتم احلال وتجديد الخط الرئيسي للمية بالكامل. يعني احنا مش بنزود الشبكة مثلا او بنعمل شبكة جديدة، لا احنا كمان جايبين الموضوع من اوله. بالظبط، بنعمل احلال وتجديد، لانه بالتاكيد المواسير دي قديمه يعني. بالظبط. بالنسبه للغاز الطبيعي، يا قريه محرومه برضو من الغاز الطبيعي، فالغاز الطبيعي بيدخل دلوقتي لجميع انحاء القرى، وبنهتم جدا ان احنا نخلي كل البيوت تستفيد من الخدمات دي. طيب عظيم. نروح لملف تاني، نقطه تانية، الصحه عامله ايه؟ انا عارف ان في هنا وحده صحيه لكن وضعها يعني متهالكه، صح؟ الوحده الصحيه طيب. فعلا متهالكه، واخر قرار جه من وزاره الصحه ان الوحده الصحيه هتخش تطوير متكامل ورفع كفاءه كامل. يعني حتى مش رفع كفاءه بسيط، لا هتخش رفع كفاءه بدرجه كامله. والحين ما ده يتم، الخدمات الصحيه اللي بتقدم لاهل القريه ازاي؟ فين يروحوا؟ فين بيتم توفير مكان بديل لتقديم الخدمات الصحيه الموجوده؟ زي بالظبط ما الوحده الصحيه كانت بتقدمها، بيقدمها المكان البديل لحين استلام المقر الجديد. واخدين شقه مثلا نقلتوا فيها كل حاجه مثلا، بالظبط الوحده الصحيه لحين ما يتم اعاده تاهيل الوحده الصحيه. بالظبط. طيب عظيم. حاجه بقى احنا خدنا بالنا منها واحنا جايين، الطرق صعبه قوي. دي برضو مدرجه؟ طرق مدرجه، تطوير ورفع كفاءه الطرق الموجوده في قريه الشوبك، بس اعمال الطرق متوقفه لحين انتهاء من اعمال البنيه التحتيه. صحيح، منطقي برضو. ميه، كهرباء، غاز، صرف صحي، ده كله بيحتاج لاعمال الحفر. طب هو هيكون في تمهيد للطرق؟ يعني احنا شفنا طرق غير معبده للمشي بصراحه، بالنسبه حتى للبشر، للعربيات، للدواب، يعني فيها حتت عاليه وحتت واطيه وكده. ده هيكون في تعبيد للطرق دي ولا اسفلت للطرق؟ هيكون في رفع كفاءه وتطوير للطرق عموما، وهيكون في اسفلت للطرق الرئيسيه الموجوده في القرى اللي العربيات بتستخدمها بشكل كبير. وبالنسبه للكباري كمان، في مشروع انشاء كوبري على ترعه الشرقويه، كوبري بطول الترع، ده يخدم خدمه اهالي القريه الموجودين. يعني الشكاوي كترت بسبب الترعه وبسبب الطريق، مش عارفين نعدي. حياتنا يعني بنستهلك كتير قوي وقت عشان نلف. بالظبط. طيب بالنسبه بقى للمزلقانات، في اتنين تقريبا مزلقانين في القريه. بالظبط. طيب ده هيدخل تطوير ورفع كفاءه. هيطوروه ويرفعوا كفاءته. معدلات الانجاز عامله ازاي؟ معدلات الانجاز متفاوته عندنا، يعني مثلا عندنا محطه الصرف الصحي تم الانتهاء منها بنسبه 100%. عظيم. عندنا مركز الشباب نسبه 40%. عندنا المياه حوالي 50%. لسه بقى يعني موضوع او جزء الوصلات الداخليه، مستنيين نخلص بس الوصل الرئيسيه من احلال وتجديد، وهيتم برضو عمل فحص للوصلات الداخليه اللي بتروح المنازل. في منازل مش موجوده عندها مياه، هيتم مد الوصلات بتاعه المياه ليها عشان يستفيد كل
كل بيوت القريه تستفيد من الخدمات المقدمه. طيب هند، بتعملوا اجتماعات مع المقاولين اللي شغالين، مع الوحده المحليه، مع المحافظه؟ في اجتماعات مستمره؟ في اجتماعات دوريه اسبوعيه لفحص جميع الاعمال اللي بتتم على مستوى كل القرى 36 وكل التوابع ال 148. المشكله لو موجوده بتتحل وبنزيل اي معوقات في نفس اللحظه اللي بتكون موجوده فيها. طيب اخبار بقى الشباب المتطوعين؟ انا شايف في 2 من الشباب موجودين معاكم في الحياه كريمه من المتطوعين، يعني شايفهم من خلال رؤيتي كده حلقه وصل ما بين الاهالي وما بينكم، حتى واحنا في جولتنا في القريه اهالي القريه بيروحوا لهم لو عندهم مشكله وعندهم اي حاجه بيروحوا لهم، خاصه ان كلهم اصحاب قرايب بينهم علاقات اجتماعيه قويه جدا. عارفينهم كمان، عارفينهم كويس جدا. بالظبط، هم بيكونوا حلقه الوصل اكتر ما بيننا وبين اهل القرى اللي موجودين، بحيث ان احنا ما بننزلش كل يوم لقريه معينه نظرا لكثره عدد القرى 36 قريه 148 تابع. هم ابناء القريه، الناس عارفاهم وفي نفس الوقت هم عارفين مشاكل القريه كويس. بالظبط، بيتابعوا معانا المشروعات، بيتابعوا معانا الوصلات، بنشوفهم بيتصلوا بينا في وصله كذا فيها مشكله كذا، واحنا عايزين نتاكد ان الشغل 100% سليم، ونتاكد ان الشغل 100% ما فيهوش غلط، مش هنرجع نعمل اعمال حفر تاني، لازم كل حاجه تبقى مظبوطه بالملي. عظيم. هما طيب بيساعدونا فعلا في ده بشكل كبير جدا. طيب اخبار الندوات الثقافيه ايه بقى؟ المحور التاني هو محور الانسان، ده احنا شغالين عليه بالتوازي مع محور البنيه التحتيه. في ندوات ثقافيه وندوات توعويه رياضيه، وفي كمان دور لجامعه بنها بتقوم بيه في الندوات دي. جامعه بنها بتعمل سلسله ندوات تثقيفيه للثقافه العامه، وسلسله ندوات رياضيه للتوعيه بالرياضه واهميه الرياضه، ده للاطفال والشباب والتنشئه الرياضيه وبتركز عليهم. بالنسبه للقوافل الثقافيه فهي برضو قوافل مدرجه بجدول زمني معين، بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة تنزل للتثقيف بالنسبة للقضايا اللي بتهم الشارع. يعني برضو هنا بتعاون مع المتطوعين بتوعنا الحياة كريمة، نشوف أكتر قضايا بتمس الشارع في القرية دي. إيه زي إيه مثلا؟ يعني مثلا زي التعليم. في قرية إحنا رحناها كانوا التعليم فيها بتاع الثانوي، تكملة التعليم الثانوي للبنات، الأهالي شوية ما بتوديش ولادها يكملوا تعليم في الثانوي العام بسبب إن المدرسة بعيدة. عملنا في الاول عليه حوار مجتمعي، طب المدرسه بعيده، طب ايه رايكم يا جماعه، طب نعمل مدرسه هنا ثانوي. وتم بالفعل انشاء المدرسه الثانوي العام للبنات دي، وهي اوريدي وهي بالفعل نسبه الانجاز فيها 99% وخلاص قربت تكتمل. الناس اقتنعت، ده المهم. الناس اقتنعت. فعلا الناس رحبت جدا بالموضوع، هيبقى في مدرسه ثانوي عام بنات، لا ده هم هيكملوا تعليم. طبعا في جزء تاني بيشارك فيه المجلس القومي للمراه معانا. المجلس القومي للمراه دوره فعال جدا، وبيتعاون جدا مع مؤسسه حياه كريمه في الايوبيه، بيقوم كمان بندوات ثقافيه وتوعويه بالتوازي مع جامعه بنها وبالتنسيق معاها في بعض الاوقات. كمان بيقوم ببعض الخدمات لابناء القريه. اخر حاجه كانوا بيقوموا بيها واخر فعاليه هي توفير بطاقات ورق البطاقات الشخصيه للمراه، لان معظم الناس هنا يعني شويه ما عندهمش بطاقات شخصيه، ما بيهتموش يطلعوا بطاقات شخصيه غير عند الضروره. بالظبط، فهم بيعملوا الموضوع ده بالتوازي مع خدمات حياه كريمه اللي بتقدم داخل القريه.